مفاجأة، أشرف حكيمي قريب جدا 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 من الانتقال إلى فريق برشلونة بطلب من مدرب الفريق تشافي هيرنانديز، ولكن صدمة كبرى المبلغ الذي يطلبه ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان للاستغناء عن الدول المغربية أشرف حكيمي. برشلونة تعاني في مركز الباك اليمين مع إصابات سيرجيو روبرتو المتكررة وإصابة هيكتور بيرلين صفقة الفريق الجديدة، ووجود هذا المكان خاليا من الإبداع ومن اللاعبين. تشافي اليوم خرج بتصريحات نارية وطالب إدارة نادي إدارة برشلونة بسرعة حسم صفقة النجم المغربي أشرف حكيمي من فريق باريس سان جيرمان، حيث يرى تشافي بأن أشرف حكيمي هو خير مثال لقيادة الجبهة اليمنى للعملاق الأسباني فريق برشلونة. ولكن الصدمة تأتي من طلب ناصر الخليفي مالك باريس سان جيرمان، حيث أكد اليوم ناصر الخليفي بأن المغربي لا يمس، وإذا أراد أي فريق التعاقد مع أشرف حكيمي عليه بدفع مبلغ لا يقل عن 250 مليون يورو. في النهاية كل التوفيق لأشرف حكيمي سواء انتقل إلى فريق برشلونة أو إذا استمر مع فريقه الحالي فريق باريس سان جيرمان.